والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن بعنوان العنكبوت مهندس بارع. يقول العلماء أن العنكبوت يخلق وفي خلاياه في خلايا دماغه برامج معقدة تمكنه من صنع بيته بنظام هندسي عجيب، وهذا البرامج لا يمكن أن تكون من صنع الطبيعة أو بسبب التطور، ولذلك لابد من وجود قوة خارقة منظمة لهذه البرامج. ونحن نقول أن الله تعالى هو من خلق هذا العنكبوت وغيره من المخلوقات، وهو من علمها وهداها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سورة الأنعام آية من 102 إلى من 103. صراحة ما نقول سبحان الله العظيم في هذه المعلومات الجديدة التي اكتشفتها العلماء، والله أعلم.